السلام عليكم ورحمة الله. أبو حمزة الحبيب، الله يعطيك العافية يا رب. أبو حمزة الحبيب، أنا من قبل فترة سنة كانت زوجتي حامل وراحت على مشفى الدولة، عملت معاينة، فمباشرة طلبونا السوسيال، طلبوا زوجتي مباشرة، يعني اتصلوا علينا قالونا تعالوا. المهم رحنا على المشفى هنيك، فطلعت مقابلة سوسيال، يعني حزمة السوسيال يلي بنفس المشفى. فسألوا ولا زوجتي حدا جابرك، حدا غيصبك، أسئلة روتينية، إيش راتب، وين ساكنين، بأي منطقة، إيش راتب زوجك، يعني أسئلة يعني عادية. فبعد فترة ولدت زوجتي بمشفى خاص، مضت الأمور على خير. كذلك الأمر بعد بفترة شهر شهرين بعتولنا إدارة الهجرة بسنيورة رسالة باسم زوجتي نروح نحدث بيانات. المهم راحت زوجتي لهنيك، قلبوا لها كنيتها على كنيتها الأساسية. طبعا هاد تاني تحديث بيانات من بعد ما أخذنا دفتر العائلة. أول دفتر عائلة قلبوا كنيتها لزوجتي على كنيتي، والمرة الماضية لما بعتولنا رسالة قلبوها على كنيتها، حكولنا إنه بما إنه مع باسبور إنه نقلب على كنيتها أفضل. هون انتهت الأمور، بس إنه كمان حققوا معها بإدارة هجرة، يعني سؤال هيك الموظف، حدا جايبلك على الزواج، حدا هيك، حدا جايبلك، حدا غيصبك، حدا هذا، ما في شيء إن شاء الله، يعني ما في أي مشاكل كانت. المهم أخلوا سبيلنا، ما في أي مشكلة. فبتفاجأ أنا من الأسبوع الماضي بيتصلوا علي المخفر على رقم زوجتي، بقولولنا تعالوا في عندكم إفادة. فنحن بنروح، يعني بنروح على الإفادة، قالوا دقوا لنا قالوا لنا بتيجي أنت وزوجك على الإفادة. المهم رحنا على الإفادة، أسئلة روتينية، حدا جابرك، حدا غيصبك، بتشتكي عليه، ما بتشتكي عليه، إيمتى تزوجتوا. فأنا عندي طفل، وهذا الطفل جاني بعد ما كتبت كتابي بالمحكمة بالبلدية، وأنا طبعا مثبت زواجي بال17، ملاحظة. فرحنا على الإفادة، المهم سألوا ولا زوجتي حدا جابلك، حدا غيصبك، إيمتى تزوجتوا. فقارنوا ابني بتاريخ دفتر العائلة، فطلع بين دفتر العائلة وابني تقريبا 3 شهور فرق، يعني بين دفتر العائلة وابني 6 شهور في. فقالوا لي ايش يعني جاي بكير؟ قلت لهم لا. فأنا قلت لهم يعني إنه أنا متزوج قبل تاريخ كتب الكتاب بالمحكمة ب3 شهور بكتاب شيخ، يعني أواخر 16، لما كان عمرتي أو عمر زوجتي أواخر 16. فالحمد لله صار الاستجواب. كان طبعا بالمخفر طلبوا محامية وطلبوا يكون مترجم موجود، وكانت الإفادة بحضور محامية. لكن أنا سألتهم بالمخفر، قلت في شي بيطلع علي بعد هالإفادة؟ حكولي إنه بما إنه أنت متزوج فوق فوق ال15 ما بيطلع عليك شي، يعني بنعطيك تعقيب سيز بالتركي، لو متزوج من 15 وما دون بيعطوني تعقيب، يعني انه خلص بضل انا عندهم بالمخفر، بكلبشوني وبعيفوني عندهم، بيعرضوني مباشرة على القاضي موجودا يعني. فهذا اللي صار معي. انا كما كذلك الامر رحت على بوليس العائلة بمخفر تاني، اخذوني بسيارة البوليس على مخفر تاني، هيك قدمت افادتي. انا كما كذلك الامر، اهم شيء انه تكون الاقوال يعني انه موحدة بيني وبين زوجتي، ما انا اجاوب شيء وزوجتي تجاوب شيء، يعني هاي تجربتي. والله يجزيك الخير ابو حمزة، الله يبارك فيك يا رب.